هذا واحد استشهد. انا حد فينا انا بدل بالشارع استشهد. سحبه سحبه هذا الدم ماشي هذا الاخ 21 بالشهر اليوم 21/11 ضربونا رمي حي 21/11 بعد دم باخي شوف المرجعيه. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يستمر التحشيد في العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوب البلاد ووسطها لمليونية جديدة لتأكيد المطالب التي رفعها المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأبرزها إسقاط الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة وبقانون انتخابي جديد وإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الفساد تشمل الفترة منذ العام 2003 وحتى اليوم. طبعا تدخل التظاهرات التي حافظت على شعارها الرئيس نريد وطنا أسبوعها الخامس على التوالي منذ استئنافها في 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وفقا لناشطين في محافظات كربلاء، البصرة، ذي قار، ميسان، أكثر محافظات الجنوب والوسط العراقي حراكا بعد العاصمة بغداد، فإن الآلاف باتوا في الخيام بساحات وميادين التظاهرات على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في وقت عادت لتتجدد مرة أخرى صباح الخميس مع توافد طلاب المدارس والجامعات إلى ساحات وميادين التظاهر. إحصائية مفوضية حقوق الإنسان لهذا اليوم، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن حالات خطف واغتيال لمتظاهرين ومدونين وناشطين ومحامين وصحفيين، قالت بأن جهات مسلحة نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية، وأضافت المفوضية أن استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز لا يزال مستمرا، ما تسبب خلال 4 أيام فقط باستشهاد 6 متظاهرين في العاصمة بغداد، ومتظاهرين 2 في محافظة ذي قار ومتظاهر في محافظة البصرة. أشارت المفوضية كذلك لاعتقال 89 متظاهرا في بغداد و16 متظاهر في البصرة و14 في ذي قار و17 متظاهر في محافظة النجف. طبعا كانت مصادر يعني أكدت بأنه هناك عمليات اغتيال، وهذا ما جاء كذلك في بيان مفوضية حقوق الإنسان، هناك عمليات اغتيال وخطف على يد القوات الحكومية وميليشياتها في بغداد والمحافظات، خصوصا في محافظات ذي قار والبصرة وكربلاء. نعم معنا اتصال مها من بغداد، تفضلي مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تسمح لي أستاذ أقدم قصيدتي وأوصلها للثوار؟ تفضلي تفضلي أختي. كان الطالب بعدني وجاني الأستاذ قال لي انهض حبيبي اعرب لي جملة، متردد قمت والخوف تملي العين، خايف من جملته تكون مو سهلة. قلت له أستاذ حاضر وين الإعراب؟ قلت له أستاذ حاضر وين الإعراب؟ قال لي اعرب عراقي شسوى عند أهله. قلت له العين عين الله ترعاه، شامخ هالوطن ما يعرف الذلة، عالي ما نزل مرفوع دوم الراس، عنوان الشرف العالي يتعلى، أما الراء روح المحبة والطيب مثل ساس شعبة ومن ذهب أطلع، راجع بالعقول وحكم الجبال موسوعة تكر والعالم تلجأ له. قلت له الألف تدري يعني عند الساس معناها كبير وصعبة توصل له، أهل المرجلة وأولاد الشرف وابطال الشعب ناس ما تتخلى، الجاي اللي بالنواية تحرق الكون ولا تشوف المناية تفوت محتفلة، القاتل بالأخير القاتل بالأخير تهز الإحساس، قصة إنجاز تكسرك تسجلها، قانون العدالة وحق الإنسان أسسها شعبنا ونتحكى بالأجلها. وقف الأستاذ حاير ما يدري شي يقول، متعجب الكلام شلون شي هدله،
لي الحرارة وعينه تجري دموع، قصد لي الحرارة وعينه تجري دموع، وهنت بعاش العراق وعاش وهله، وهنت بعاش العراق وعاش وهله. عاش العراق وصح لسانك مها من بغداد، شكرا جزيلا لك. طبعا ارتفعت كذلك حصيلة ضحايا اطلاق القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي على المتظاهرين، ارتفعت الحصيلة وكانت يعني بالتحديد بالقرب من جسري الأحرار والسنك إلى 7 شهداء، بينهم دكتور تابع إلى مفرزة طبية تقوم بإسعاف جرحى التظاهرات، فضلا عن إصابة عشرات آخرين. هذا تعرض نحو 60 متظاهرا للاختناق من جراء اطلاق القوات الحكومية وميليشياتها للقنابل، قنابل الغاز عليهم قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد، بينما تواصل استهداف حشود المتظاهرين قرب جسر الأحرار، وتداول ناشطون مقاطع مصورة للمكان الذي استشهد فيه الدكتور قرب جسر الأحرار بينما كان يسعف الجرحى من المتظاهرين. ناخذ المقطع بعد شوية بينما نقرأ رسائل واتساب. رسالة من عبود الحج خشن ذي قار قضاء الفهود يقول بالبدء وحي قناتكم العزيزة، حياك الله. يقول نورت الشاشة أستاذ عمر، أنا أشكرك. يقول الخزي والعار لشيوخ العشائر الجبناء عبدت الدولار الذين ذهبوا للحكومة العميلة المجرمة التي قتل شبابنا بدم بارد من أجل حفنة من الدولارات، لكن لا عتب عليهم. يقول تعودنا نراهم متملقين مذلولين للحكام في كل زمن. نعم، رسالة يقول أو تقول فيها تحية طيبة لقناة الشموخ، ذهب إلى بغداد، يقول ذهب إلى بغداد بعض شيوخ العشائر يدعون تمثيل الثوار، لكن بالحقيقة ذهبوا لاستجداء المال. في كل زمان ومكان نجدهم متملقين مظلومين للحكام الظلمة. مع تحياتي أخوكم الثائر الرزاق من ذي قار. عندنا اتصال أبو سكينة من واسط، تفضل أبو سكينة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أشكركم وأشكر قناتكم الموقرة. حياك الله يا أهلا بيك. أنا بس أوجه رسالة للقوات الشغب اللي جاي يضربون بالمتظاهرين. هم منين كلهم أصدقائهم واللي أخوه واللي ابن قرايبه، ليش يضربوا يعني؟ وليش يعني ترى والله العظيم المستشفيات انترشت يعني جرحى وانترشت، هذه حرام يعني حرامات هاي الشباب بعمر الورود. زين والله العظيم عندنا هسه بس من منطقتنا عندنا 3 يعني. زين اسقطوا. ونوجه رساله خاصه هاي اوجهها للمرجعيه الدينيه بالنجف الاشراف، خلي يعني تنتبه على الشعب هذا، يعني حتى الشعب يعني طلع من طريقها يعني حرامات. زين واوجه رساله ثانيه اذا تسمح لي لشيوخ العشائر كافه. زين خلي واحد يسند واحد، لا يطون بولدهم ويروحون يساندون عادل عبد المهدي وهاي الاحزاب الفاسده. زين نعم زين الشيوخ. وبهذا انت برايك ابو سكينه يعني بهذا الظرف وهاي الدماء مئات من الشباب استشهدت والاف الجرحى، ويروح يقعدون على الحكي انه حتى منطيهم مكافآت ماليه، يعني معقوله انه وصلنا الى هذا المستوى؟ استاذ العزيز انا احكي لك هذا كلام موثق، شيوخ العشائر انتبهت مو مثل قبل. نعم. وما راحوا وما مشوا، اللي راحوا اللي حضروا البارحه ويا عادل عبد المهدي، اي هذول اللي نحكي عليهم. هذول انا اعتبرهم يعني اللي يبيع دمه ودم ابن عمه وابن عشيرته وابن عشيرته اللي يمه، يعني هذول يعني اعتبره فاشل هذا، مع احترامي لك. نعم. شلون الوضع بواسطه ابو سكينه؟ والله ان شاء الله خير استاذ، بس اكو ملاحظه صغيره للشيوخ العشائر بالبصره والعماره والناصريه، اوجهها من قناتكم الموقره لهم. تفضل. وخلي يسمعوني، اذا تتعارك اذا واحد ضرب لواحد راجدي من غير عشيره، تدري شو يسوون؟ والله العظيم تظل الصبح
جبهه جبهه عبالك جبهه. وين هسه مو هاي امة محمد تذبحت بالهاله بساحه التحرير وبالبصره راحت ولدهم ما تهزهزوا وقاموا عليهم وسقطوهم. زين؟ نعم. وانا اودي رساله من عندكم من قناتكم لشيوخ العشائر الاصلاء الاصلاء اهل ثوره العشرين، خلي ينتبهون ويشوفون حرامات هاي ولدهم واولاد قبيلتهم كلهم راحوا حرامات، اللي ما اللي ما استشهد الزف او الصوف او نعم. يعني راح والله العظيم عندنا واحد هسه من يعني جيراننا هذا طبوا عينه فص عينه طاح بنفس اللحظه اللي انضربوا ببغداد في ساحه التحرير بيوم 25 زين. وعندنا يوم سبعين هم انا بالبدايه هاي احكي لك يوم 27 هم بالمظاهره واحد هم ضربوه برجله خطيه هسه قاعد والله العظيم هم كلهم عطاله بطاله هو اللي يطلع يظاهر ايش عنده كلهم كسبه ناس ما عندهم والله العظيم. نعم زين هم من هم هسه هذول جاي يضربون بيهم بساحه التحرير من هو؟ انا اللي احكي لك عن نفسي رحت 5 مرات والله. نعم زين وش اسمه هم من هم كلهم هم اولاد اللي حرروا الموصل وحرروا الرمادي. نعم زين والله العظيم وجاي يكتلون بهم زين والله العظيم هم نفسهم حرروا الرمادي وحرروا الموصل نفسهم الله وكيلك يعني هاي مجازاتهم لهم للشباب هاي. مع الاسف والله انا اشكرك ابو سكينة اشكرك ابو سكينة نسال الله الرحمه والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حيا حضرتك ونحيا حياك الله يا أهلا بك. ضد الوطنيين العظماء الشرفاء اللي بدافعوا عن الوطن وعن الأمة كلها، كل الأمة وكل الأديان وكل البشر، نشكركم ونحييكم على دوركم الوطني. وفاهمين الوضع كويس والثورة انتصرت فعليا لانها ثورة تحرير الوطن كله من العصابات والميليشيات والتنظيمات واللصوص والحرم، ثورة عزة وكرامة للأمة كلها يمثلها شعبنا البطل العراقي الأبي أبو العروبة وأبونا وأخونا وسندنا وتاريخنا اللي عمرنا في حياتنا وإحنا عايشين وإحنا ميتين لازم نفضلوا في صفك يا شريف يا كريم يا بطل، علم العالم كله الشرف وعلم السرسرية يعني إيه وطن ويعني إيه قيمة الإنسان في وطنه ويعني إيه الموارد تنسرق وتروح للعصابات والميليشيات. أما يا سيدي بالنسبة لموضوع اجتماع العصابة واستدراج شيوخ العشائر العربية يا سيدي نعم. ده موضوع لا يمكن يقبله عقل، ونطالبهم بالانحياز إلى الشعب، الشعب الثورة انتصرت أولا، فيكم هتنتصر من غيركم هتنتصر أولا. فانحازوا للشعب حتى خلوا التاريخ يكتب عنكم إن أنتوا حتى ما خنتوش وطنكم. انتوا واقفين في صف عصابه ولا واقفين في صف ثوره التحرير الكبرى؟ فهمونا اقنعونا. اشوف شعباتنا مش هيخش على الثوره ولا هتخش على الثوره عارفين مظهرهم وعارفين الثوره رايحه فين وجايه منين وانتصرت فعليا. فنطالب شيوخنا العشائر العقربيه العريقه اللي بنقتدوا بيكم بعد الله عز وجل والانبياء والصالحين. فانحاز الثوره عيب عليك اما تبقى شيخ عشيره يعني خاطر تمثلنا يعني ليك قدر كبير انت راجل قيادي راجل حقوقي انسان بمعنى اصح انت شغلتك السلم شغلتك تشتغل في صف الوطن مش تشتغل في صف عصابه تقتل وتسرق وتنهب نعم المستعمر. والثوره انتصرت وانا اشكرك واسمح لي اردت شعار ثورتنا المجيده شلع قلع كلهم حراميه شلع قلع كلهم سرسريه. انا اشكرك جدا. اشكرك مصطفى السيد من مصر كان معنا. معنا اتصال اسماء من ديالى، تفضلي يا اسماء. اسماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك، تفضلي. وعليكم السلام. تسلم. تحيه لك ولكل كادر القناه وفرصه سعيده حصلتكم الحمد لله. استاذ عمر قبل المظاهرات رحنا ببغداد شفنا المنطقة اللي حاليا بيها المتظاهرين، إن شاء الله ربي يوفقهم ويحفظهم ويرحم الشهداء إن شاء الله. قبل المظاهرات أستاذ عمر أنا رحت بغداد، هاي المنطقة اللي المتظاهرين دي كان منطقة يعني شلون نقول بس هسه ورا يعني قبل أيام رحنا شفنا المنطقة شلون يعني منظر جميل كلش. يعني كلش المنظر جميل، يعني مرات احنا نسمع بالقنوات يقولون مندسين المتظاهرين مندسين ويخربون ويدمرون ويسوون، بس استاذ عمر والله ايش فيه لو تشوف الواقع
عكس القناة اللي تنقل هذا الخبر، يعني عكس لو أنت تروح تشوفه يعني القنوات حشاكم وحش السامع كلها كاذبة، يعني ينقلون الأخبار بالكذب، يعني يشوهون سمعة المتظاهرين. والله لو تروح تشوف يعني ناس مفعلين، ناس سلميين، ناس يحبون الوطن، يريدون يعيشون بهذا البلد بأمان. والله أستاذ عمر المنظر كل الجميل المتظاهرين، وربي يوفقهم ويحفظهم إن شاء الله، ونخلص من هاي الحكومة اللي تعبنا تعبنا أستاذ عمر 10 سنوات إحنا نازحين، تعبنا، ما عدنا وطن، ما عدنا بيت، وإن شاء الله يا ربي يوفقهم ونرجع نعيش بأمان. أنا أشكرك. أنا أشكرك أختي أسماء من ديالة كانت معنا. الرسالة على الواتساب من عماد فيصل من أمريكا يقول نقول لثوار التحرير نرى النصر في إصراركم على الصمود وتحملكم لكل أنواع البطش ووفائكم لإخوانكم الشهداء، تحية لكم والرحمة لشهداء العراق. رسالة بدون ذكر اسم يقول أو تقول لأنهم مارسوا علينا لعبة الأديان والأحزاب والمذاهب والطائفية فوجدونا نزداد يوما بعد يوم باتجاه الحياة للجميع. رسالة السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أهل الغيرة، الحكومة دازة وثيقة شرف، يتساءل ليش الحكومة، يقول هو عندهم شرف اللي يخطفون النساء، يتساءل. نعم أنا أكتفي برسالة واحدة، يدزلنا رسالة واحدة نقدر نقراها، يعني ما يحتاج أنه نكررها، يعني واحدة من الأخوات أو الأخوة داز يعني نفس الرسالة 68 مرة. تحية طيبة لقناة الرافدين، 16 سنة ما سوون شيء، هسه يريدون يسوون إصلاحات بهاي 45 يوم. تحياتي أم حوراء من البصرة، أتمنى أن يستمر المتظاهرون، أتمنى من المتظاهرين إبلاغ التجمع حوالين المنطقة من جميع اتجاهات وعمل ضغط على الداخل لا حل إلا بخروجه من المنطقة الخضراء وتحرير العراق من هؤلاء العملاء القتلة قتلت الشعب. وآخر أو نوار من هولندا يقول يوما ما ستكون نشرة الأخبار من 3 كلمات تم تحرير العراق من الحكومة الفاسدة. نوار من هولندا، عاش العراق وعاشت الثورة. اتصال أم علي من السويد، تفضلي أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. الله يبارك بيكم ويبارك بهالاطفال ويرحم شهدائنا، يشافي جرحانا، يفك اسرانا يا رب. امين يا رب العالمين. عمر عيني، بالنسبه هاي الناشطه ماريه من طلعوها سالوها قالوا لها، قايد قامت تحكي ما حد اذاني ما حد كذا، قالت بس يردون يعرفون اني من اي جهه خاف مدعومه من جهه اجنبيه. ماشي زين. نعم. وزير الدفاع بشخصيته وطوله وعرضه، نعم، ليه هسه ما عرف واحد منهم يلزم دولة يضربون ولا يلزمون واحد؟ نعم. زين، وياخذوه ويحققون وياه ويشوفون من منو جهة أجنبية، هم جايبين الجهة الأجنبية مو الشعب. زين، هذه اثنين. واني اشكر المصري اللي خابر اللي اكل من زاد العراق، اني لليوم اعرف ناس من اشوفهم يقولون لحم كتافنا من خيركم. الله يبارك بالشعب المصري اللي دا يذكر طيب واكل العراق واللي استفادوا من العراق. عجباه هذولا ما استفادوا من العراق، ولكم رحمة بقلبكم الخاطر الله، الشباب الحلوة ليش؟ الله يبارك بقناتكم، ما عندي أكثر من هذا أقول. الله يسلمك أم علي، الله يحفظك، أشكرك أم علي من السويد كانت معنا. أريام من الأردن تقول الله ينصركم، شكرا أختي. رسالة من ميسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن أبناء محافظة ميسان نتبرأ ونستنكر من شيوخ العشائر الذين قابلوا عادل زوية كما أسماه. السلام عليكم، رسالة أخرى يقول السلام عليكم، بردا وسلاما على العراق والشعب، وننتصر بإذن الله بسواعد أسود الرافدين، العزة والكرامة للعراق وشعبه، كلنا العراق. نعم،
طبعا مديرية الدفاع المدني أعلنت اليوم بأن عددا من منتسبيها تعرضوا للاعتداء من قبل القوات الحكومية والميليشيات في العاصمة بغداد، وأضافت المديرية بأن مجموعة من القوات الحكومية والميليشيات اعتدت على عدد من أفرادها أثناء أدائهم واجبهم وسط العاصمة بغداد، وكانت الفرق الطبية المسعفة للجرحى من المتظاهرين قد تعرضت لعدة اعتداءات من القوات الحكومية والميليشيات وحاولت ثنيها وعرقلتها عن أداء واجباتها. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. بما اننا جاي تصورون الشيوخ اللي اجتمع بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمثلونكم؟ 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 وما حضروا وياكم بالتظاهرات؟ راسه راسه وضم راسه بالطق ما يطلع، ضم راسه بالطق ما يطلع. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو محمد من اربيل، تفضل ابو محمد. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك. تحيه طيبه لكل كوادر قناتكم الشريفه. حياك الله، يا هلا بك. انا مواطن كردي. اهلا وسهلا بك. من اربيل. اهلا وسهلا بك، تفضل. احنا نعم ونساند اخواننا المتظاهرين في بغداد والمحافظات كافه. نعم. ونقول لهم أنتم أهل الغيرة والشرفاء، وهدول القيادة السياسية يعني كلهم تجار تجار، لأن اليوم بالعراق السياسة، تعريف السياسة شنو؟ يعني أسرع وسيلة لكي تكون تاجر وحشي على رأس الناس، على رأس المواطنين. ونقول لهم استمروا ولا تسمعون اي حكايه من المذاهب ومن سيستاني ما سيستاني، لان كل كذب، مثل الاحزاب الكرديه كلهم تجار وكلهم يكذبون ويا المواطنين، كل خير ما بهم كلهم عملاء. نعم، اشكركم. أنا أشكرك أبو محمد من أربيل كان معنا. رسالة من أبو أحمد من البصرة يقول: الذين ذهبوا لمقابلة عادل لا يمثلون إلا أنفسهم، وهم شيوخ على أنفسهم فقط، فالعشائر تقف، يقول، إلى جانب أبنائها في ساحات الاعتصام. هذا وأستنكر السادة والوجهاء كما يقول، والشيوخ الأصلاء موقف الخانعين الذين استجابوا لدعوة عادل، ومن العشائر التي رفضت مقابلة عادل كما يقول عشيرة السادة السيد سروط، عنهم السيد هاشم السيد سروط، وكذلك عشائر السعد وآل زريج وعقيل وعتاب والبهادل وربيعة وشمر وغيرها كثير. رسالة يقول: السلام عليكم أخي عمر، هذول الشيوخ للذيولة كما سماهم، هو لا يمثلون إلا أنفسهم
شيوخ مأجورين بايعين ضميرهم يقول وشرفهم، وإن شاء الله النصر قريب ويأتي يوم يكون بث قناة الرافدين البطل المجاهد من بغداد، ومن الله التوفيق أخوكم العراقي. حياك الله أخي. نعم، رسالة يقول فيها رسالة طويلة لا أستطيع قراءتها، أرجو المعذرة. نعم، حسين ريسان كشكول يقول تحياتي لك أستاذ عمر، أدعو إخواني الثوار في بغداد الضغط أكثر على الحكومة العميلة المجرمة من خلال قطع الطرق والتقدم باتجاه الكرخ. مع تحياتي أخوكم الثار حسين ريسان كشكول. حياك الله أخي العزيز. معنا اتصال أركان بلجيكا، تفضل أركان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله. طبعا بداية بالنسبة لموضوع الشيوخ الذين ذهبوا إلى هذا المسمى المجرم الإرهابي ورئيس الوزراء، هؤلاء معروفين يقدمون لمن يأتي على سدة في هذا الوقت ومن زمن الملكية. لكن موضوع اليوم إذا سمحت لي وهو خاص لي، توفى والدي منذ 3 أيام هنا في بلجيكا، واتصلت في السفارة البلجيكية وتحدثت مع القنصل الموجود هنا في بلجيكا، وقلت له والدي توفى، ما هي الإمكانات التي توفرها للمواطن العراقي صاحب الحضارات وصاحب التاريخ القديم والمعروف؟ نعم. يعني ليس لدينا أي شيء نقدمه له. قلت له يعني احكي بالعامي يا أخي أركان حتى يعني أريح لك والمشاهد يفتهم عليك. نعم تفضل. قلت له زين، هذه مأدبات العشاء، وطبعا هذا اليوم ولدي تسجيل الصوت وسوف أرسله لكم، مأدبات الأفطار والعشاء والغداء والحفلات والندوات، هذه عندكم أموال إلها مخصصة، لكن نقل المواطنين وإكرامهم الموتى وغير الموتى ما عندكم نقلها. نعم. اللي لا ما عندنا، إذا تريد تنقل على حسابك وما عندي أي شيء أقدمه لك. قلت أنا طيب، طبعا كنت أختبره وسألت على طيب يعني ممكن تنقل لي سيارة من بلجيكا إلى ألمانيا؟ الوالدي قال لي لا ما عندي أي شيء أنقل لك إياه، وهذا الكلام مسجل وسوف أرسل لكم. قال اسمع رئيس الحكومة الإرهابي المجرم عادل عبد المهدي وأتباعه، وهذا المجرم الآخر اللي موجود هنا هو صادق الركابي، ومعروف من هو صادق الركابي، السفير الآن العراقي في بلجيكا، معروف من هو صادق الركابي، وليسمع العالم ويشاهد ماذا يحل بالمواطنين العراقيين سواء داخل العراق أم خارج العراق. نعم. وسوف أرسل لكم التسجيل حتى تتأكدوا من ذلك، وفيه كل المعلومات ويمكنكم بثه إن شاء الله. نعم. أنا أشكرك أخي أركان من بلجيكا. كان معنا رسالة يقول فيها أخي كان كل شيخ عشيرة أخذ 15 مليون دينار من مصادر مؤكدة، واليوم بساحل التحرير كانت هوسة الشباب القذلة، اليوم السولف خلع قالك للدقات، يقصد قذلة الشباب الصغار. أرجو قراءة رسالتي للضرورة وشكرا، قرأناها أخي العزيز. رسالة يقول فيها وتقول فيها السلام عليكم، الرحمة والخلود لشهداء المظاهرات في بلادي، الشفاء العاجل للجرحى، الموت لأعداء العراق في كل مكان، ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، يدا بيد من أجل غد مشرق، لبيك يا عراق. نعم. أبو مها من بغداد، فضل أبو مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله وحيا الله القناة، حيا ودوم يا أهلا بك، لنا الفرصة أن نتكلم. أهلا وسهلا. مع كل الأسف يعني وصمة عار على شيوخ العشائر اللي حضرت وباعوا وطنهم وباعوا دماء الشهداء بحفنة من الدولارات، هي يمكن هم إلى منطقة من دولارات 15 مليون عراقي دينار عراقي. نعم. فنقولهم دينكم دنانيركم صارت زين، باكر باكر شلون راح تقابلون الشعب؟ شلون راح تقولون احنا شيوخ عشيرة فلان؟ يعني شلون راح تكون باي وجه؟ ان شاء الله ان شاء الله
بعد نجاح الثورة راح يكون كلام ثاني من الشباب اللي هو هسه المنتفض مع شيوخ هذه العشائر ويتم تصفيتهم وحالتهم إلى المحاكم العشائرية. يعني بحفنة دولارات بعت وطنكم شري لكم يعني قدام العالم. هذول أولاد عدنان، هذول العراقيين المشهودة لهم الساحات الوغى، هيك تبيعوهم بدم بارد ورخيص. والله العظيم يعني كل أسف يعني داعش هذا وحرارة بقلبي من اللي سووه اليوم. نعم. وأريد أحيي أبو محمد من أربيل، والله سعدنا صوتك، بالله العظيم من سمعنا صوتك من أربيل تأيدون التظاهرات، يعني يمكن هذا أول صوت يعني سمعناه من إذاعتكم برنامجكم هذا الكريم. الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك. أنا أشكرك. أبو مها من بغداد كان معنا. طبعا النائب جاسم الحلفي المنضوي ضمن تحالف سائرون قال بأن ادعاء وجود طرف ثالث يقف خلف الاغتيالات والخطف والتغييب في البلاد يقول ليس سوى كذبة صنعها الطرف الثاني، وأضاف بأن الطرف الثاني المتمثل في القوات الأمنية استخدم كل أشكال القمع والتشويه لإنهاء انتفاضة العراقيين، وأشار إلى أن الرأي العام العراقي لم يقتنع بتبرير رئيس الوزراء بشأن وجود الطرف الثالث. وأوضح جاسم الحلفي بأن الطرف الثالث هو جزء من الطرف الثاني ويشمل كل المتضررين من الثورة والخائفين على أنفسهم من مآلها وكل الذين ترتبط مصالحهم بالفساد وديمومته. نعم. رسالة من أبو أحمد من البصرة يقول ملاحظة مهمة، الشعب كله يهتف لإسقاط العملية السياسية برمتها بما في ذلك الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية والمحافظين ومجالس المحافظات والأقضية والدستور وطرد الأحزاب، بينما نسمع المرجعية في خطبة الجمعة بكربلاء المقدسة تتحدث عن الإصلاحات، وهل يعقل أن يصدر الإصلاح من الفاسد؟ فمن يطلب الإصلاح من الفاسد كمن يطلب الجنة من أهل النار، فكان المفروض من المرجعية أن تحترم إرادة الشعب. ونفس الكلام مع مقتدى الصدر. نعم. مصطفى من بغداد، تفضل مصطفى. مصطفى تسمعني مصطفى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حبيبي. نعم. بالنسبة لموضوع شيوخ العشائر، نعم، اللي موجودين واللي راحوا حضروا هاي المؤتمرات الفاشلة، نعم، هذول ما يمثلون عشائر. اكو شيوخ يلبس العقال، مجرد يلبس العقال، اكو شيوخ عشائر اصلاء وناس اوادم وناس معروفه، فذولا ناس صاحبين ماده. نعم نعم مصطفى. اي فهذا موضوع يعني طبيعي، يعني احنا البلد هذا بيه وايد ناس خوانا، يعني مو شيء جديد علينا. نعم. وإن شاء الله الله يسهل للناس أجمعين إن شاء الله. وأنا أشكركم. أنا أشكرك أخي مصطفى من بغداد كان معنا. علي من النرويج، تفضل علي. علي انقطع الاتصال مع علي من النرويج. رسالة من أبو علام من ذيقار يقول مشتاقين لك أستاذ عمر الغالي، الله يخليك أخي العزيز. يقول دمار العراق شغلتين، الإعمامة والعقال كما يقول، فأتباع هاتين الشغلتين يقول تجدهم منهم من الفاسدين والظلام والمتملقين ولإخوتهم المظلومين ولإخوتهم المظلومين. يقول اللهم لا تبقي لهم باقي في الأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. مع تحياتي أخوكم الثائر جبار كريم حميد أبو علاء من ذيقار. حياك الله أخي. نعم معنا اتصال مريم من الكويت، تفضلي مريم. مريم مريم تسمعيني؟ ايوه. تفضلي يا اختي، تفضلي. الله يسلمك، تفضلي. يسعد مساك ويعطيك العافيه على هالبرنامج. ويعافيك، الله يسلمك يعني، تفضلي. الله يرضى عليك. الله يخليك. اخوي بالنسبه حق شيوخ العشائر اللي راحوا وقابلوا عادل المهدي، نعم، هذه خيانه عظمى للشعب العراقي. الشعب العراقي في مؤامره كبيره عليه من ايران. إيران تبي تستولي على العراق بأي طريقة كانت، والشباب لازم يبون مساعدة، يبون أحد يساعدهم من شيوخ العشائر
من جميع المناطق العراق تطلع تواجههم وتكسرهم وتوصل للمنطقة السوداء مو الخضراء السوداء، لما يعلقونهم على المشانق ويصلخونهم صلخ، لأن الشباب العراقي يوم عن يوم قاعد يروحون اثنين ثلاثة أربعة، ما يجوز، لازم كلهم يطلعون يوقفون وقفة واحدة حق إيران، ما يسمحون حق أي أحد. وأنا أتمنى من الجيش أو من الشرطة أنهم يوقفون مع شعبهم، أتمنى. أنتوا عليكم مؤامرة الحين، إذا أنت ما فكيت نفسك من إيران، بس إيران راح توصلك أنت، يا اللي أنت من الجيش أو من الشرطة، راح تجيلك إيران. هذا بلدك، خلص بلدك من النجس. قاسم سليماني، قاسم الخنزيري، الله ينتقم منا يا رب العالمين. والله العظيم يا أخي أنا أشوف البرنامج برامجكم، والله ما في شيء لا يعورني القلب، وعندكم ما شاء الله الأناشيد الثورية اللي قاعد تسوونها شوي تخلي الواحد ترد روحها. أحس أن في شباب في العراق، أحس أن في روح بالعراق. نعم. ليش يا عادل عبد المهدي، هذا بلدك. أنا من شفت مع قاسم سليماني قفلت إيدي، إيراني وقح قاعد مع الخونة تخون بلدك عشان كم دولارات، والله ما تفيدك الدولارات، والله لا يمسكونك الشعب العراقي، والله لا يقطعونك قطعة قطعة، وصلة ويعلقونك بالمشانق، والله العظيم، لأن الشعب العراقي شعب مو سهل، شعب مو سهل. لا تدوس على طرف، على الشباب العراقيين مناضلين، والله ينصرهم والله يحفظهم وسدد خطاهم يا رب، والشهيد فيهم إن شاء الله بالجنة، الشهيد فيهم آمين. إن شاء الله بجنات النعيم. آمين يا رب. شكرا، يعطيك العافية على الفرصة اللي أعطيتني أتكلم. الله يسلمك أختي مريم من الكويت كانت معنا. رسالة على واتساب من سامي من هولندا يقول السلام عليكم، يقول تحية لقناتكم ولشخصك الكريم أخي عمر، يقول والخزي والعار لشيوخ الدولار والعمالة، وناشد قناتكم العزيزة يقول بوضع صور الشيوخ الخونة على شاشتكم ليكونوا عبرة لكل خاين. سامي من هولندا، اللي راحوا والتقوا بعد عبد المهدي معروفين عند جميع العراقيين. رسالة يقول فيها تحية طيبة، وثيقة الشرف المزعومة كتبت بأيدي سراق، هل للحرامي شرف؟ فهي وثيقة لا شرف، وقعت من أناس لا يمتلكون ذرة واحدة مما يدعون، وناس في قلوبهم مر. يقول رسالة يقول السلام عليكم، والله مع الأسف على الشيخ عشيرة ابن عرب، ما تبقى عنده غيره وشرف كما يقول. نعم. طبعا إذا رحنا على محافظة كربلاء، القوات الحكومية وأشخاص يرتدون الزي الحكومي قاموا بحملة واسعة لاعتقال المتظاهرين والمعتصمين قرب فلكة التربية وسط محافظة كربلاء يوم الأربعاء بالتحديد. ناشطون قالوا بأن قوات حكومية نفذت في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء اعتقالات عشوائية، ولاحقت المتظاهرين في الأفرع الداخلية لمناطق حي النقيب والبلدية، ما أدى إلى ترويع الأهالي. وأضاف الناشطون أن حملات الاعتقال تكررت خلال الليلتين الماضيتين بعد منتصف الليل، وأشاروا إلى أن ملثمين يرتدون الزي الأسود أقدموا على مصادرة الأجهزة الخاصة بكاميرات المراقبة من بعض المنازل في حي البلدية. وهذا طبعا ما تكلمنا فيه في بداية الحلقة، يعني بيان مفوضية حقوق الإنسان في العراق كان واضح بأن هناك عمليات خطف وعمليات اعتقال من قبل القوات الأمنية بحق المتظاهرين وبحق الناشطين. نعم، معنا اتصال أبو حسين من بغداد، تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أريد أحكي على ذلك اللي يقربون المتظاهرين. نعم. حتى الحكومة كل أكثر ثلاثة في المنزل، أنا طبعا الحكومات المتعاقبة هي قبل الوزير الرئيسي وزراء قبل حيدر الأزاد من صارت مظاهرات بتحت التحرير، فمن ضربوا المتظاهرين من المنطقة الخضراء، إيش قال؟ طلع صرح بنفسه، قال في جهات مدينة ضربة المتظاهرين، إذا هو المنطقة الخضراء ما يعرف منها الجهات المدولة، وهو ما قرر من المنطقة الخضراء، قال شو الحكومة إذا أنا بيقوم ثلاث أمني عدم سيطرة. الشغلة والشغلة الثانية
اجدد هسه من كتله من المتظاهرين هم يطلعون يريدون هم يكون بالحكم يريدون يكون على السرقات مالتهم يريدون يكونوا مسيطرين على مقدرات البلد. نعم. الموضوع الاخر هم مصرين على البقاء بالسلطه ويهابون ثروات البلد ويخلون البلد في جوع وفقر وتاخر ويحرمون البلد من والشباب من اي فرصه تقدم او تنعم بحياه متطوره وحياه سعيده مثل بقيه الشعوب. هذول اللي يسمون فيهم عمليه سياسيه اللي هم ناس حراميه مسلطين على الشعب يجب ان من نستكين لهم ولا ندعن لهم الا ان يخرجون كل مسلم ولا نقبل باي نعم. اي حكم انتقاليه هم ما يمثلون اي حكم للشعب لا حكم انتقاليه ولا حكم حاليه ولا حكم قادم ولا انتخابات هم كلهم شيء اقل لازم يقعون نعم ويكون فدوى اي شاب استشهد الكل شاب استشهد يروحوا له فدوى هذول وشكرا جزيلا. اني اشكرك ابو حسين من بغداد كان معنا. رساله على الواتساب من اسيا من النجف تقول السلام عليكم أني آسيا من النجف أحب أشكر قناة الرافدين اللي تنقل الصورة الصحيحة وإن شاء الله نبقى معتصمين والله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى آمين يا رب العالمين. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أخوي أريد أعرف أنتم غيرين رقم مال واتساب. لا أخي وأنتم الآن دزيت عليه هاي الرسالة نفس الرقم لم يتغير. نعم تحياتي لكم جميعا أنا من كردستان أتصل رجاء جاوب. الاتصال على الواتساب غير متوفر يعني ممكن تتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة الواتساب فقط نستلم عليه رسائل قصيرة فقط رسائل قصيرة عن ثورة تشرين. طبعا طالب ناشطون وحقوقيون السلطات الحكومية في بغداد بإطلاق سراح الناشط المدني أحمد باقر الذي اختطف قبل أيام بأسرع وقت ممكن. وقال الناشطون أن أحمد باقر كان يشعر بخطر يهدد حياته حيث نشر في 10 من الشهر الحالي وصيته على صفحته الشخصية في الفيسبوك بعد تعرضه للعديد من التهديدات على خلفية نشاطه الإغاثي والإنساني في التظاهرات. الجماعة ما شاء الله حكومة وزارة الدفاع وداخلية وشرطة وحشيد وأجهزة أمنية ومخابرات وخايفين من الناشطين وخايفين من المعتصمين. هي هل قدرتوا عليها بس تخطفون ببنات الناس وبأولاد الناس؟ والله عيب. فضحتونا قدام الدول. هسه مو والله جوز الناس عرفتكم من 2003 بداخل العراق بس فضيحة انه حكومة تخطف شباب وشابات بوضح النهار ولما تجي على المسؤول تسأله في مقابلة تلفزيونية يقول لك ها والله ما نعرف طرف ثالث من رئيس الوزراء وانت نازل. نعم معنا اتصال مجيد من بغداد فضل. مجيد أخويا عندنا الأحزاب السياسية في العراق نعم. هي شبكة عنكبوتية سرطانية انتشرت في العراق حتى لا يصعد أحد إلى صدة الحكم وياهم وكلهم مرجعهم الى ايران. نعم رغم تعدد الاحزاب وكل الاحزاب هي اخ تفرع من حزب اخر عصات شبكه عنكبوتيه وكل شيء يتفرع من حزب الدعوه. هاي الاحزاب كافت كلها ترجع لحزب الدعوه وحزب الدعوه يرجع وين لايران كلها صب بهذا بايران كلها صب داخل ايران. نعم واقول لبعض افراد الشعب لماذا تنتمي الى الاحزاب الفاسده مع على شعبنا العراقي يقول مع الاسف ينتمون الى شعب هذه الاحزاب الفاسده. اما المرجعيه فهم صمام الامان للحكومه العراقيه صمام الامان المرجعيه مالتنا نعم. هي صمام الامان ليس للشعب وانما للحكومه العراقيه. نعم والعجب كيف ينتمون بعض من شعبنا مع الاسف اقول كيف ينتمي بعض شعبنا الى هذه الاحزاب ويعلمون انها فاسده وخونه ومرتزقه ومرجعهم ايران. وشكرا. شكرا لك مجيد من بغداد كان معنا. رساله يقول اخي ليش دول يعرفون الفضيحه حتى نعاتبهم
والله ما يستحون. رسالة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، بالنسبة للمظاهرات من ساحل التحرير بغداد، يقول والله طلق حي يرمون وهاي كل شوية، لو شهيد لو واحد مصوب، يقول والله ما نرجع لو يصير وطن ونعيش حالنا حال العالم لو نموت، ربي يحفظكم. طبعا مجلة فورن بوليسي أو مجلة فورن أفيرز الأمريكية قالت بأن تظاهرات العراق هي انتفاضة شعبية اتسعت لتصبح أكبر تحدي للنظام السياسي منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وذكرت المجلة بأن التظاهرات الشبابية الثورية الخالية من أي قيادة قد هزت الطبقة الحاكمة، ما أجبر وكلاء السلطة على تشكيل جبهة موحدة وراء رئيس الوزراء المحاصر عادل عبد المهدي لقمع الاحتجاجات، وذلك ما يوحي بالعودة إلى الاستبداد وظهور جمهورية الخوف. وأضافت بأن الانتفاضة الحالية تختلف عن التظاهرات السابقة في عدة جوانب هامة، أبرزها بأن الحركات السابقة كانت تميل إلى البحث عن تغيير تدريجي، إلا أن المظاهرات الحالية لا يقودها طرف بعينه أو حركة مثقفة، والأهم من ذلك بأنها مدعومة من قبل شريحة شبابية كبيرة من المجتمع لم تشارك في السياسة. طبعا موقع مونيتر الأمريكي قال بأن المتظاهرين في العراق يرفضون أي مفاوضات مع النظام السياسي القائم ومحاولاته لتقديم تنازلات في إطار سعيه لاحتواء الثورة والتظاهرات المستمرة منذ نحو شهرين. ونقل الموقع عن أحد المستشارين الأمريكيين السابقين للحكومة في العراق الذي زار المنطقة الخضراء في بغداد مؤخرا بأن هذا المكان انتهى تقريبا، في إشارة إلى الأيام الأخيرة من الحكم الملكي الفرنسي قبل الثورة الفرنسية، لافتا إلى أن الطبقة السياسية في العراق غير مطمئنة ومنفصلة تماما عن الواقع وتنتظر نهايتها في وقت تسيطر قوات خاصة أجنبية على الأوضاع في العراق وتقف وراء العنف ضد المتظاهرين. هذا أبرز ما جاء في الصحف العالمية عن تظاهرات العراق. في الدقيقة الأخيرة للبرنامج نقرأ رسالة يقول: السلام عليكم، شلونكم؟ يقول: الله يرحم الشهداء والخزي والعار على الحكومة، كافي دماء، تعبنا والله، وبرد والسلام على بلادنا والشباب، شباب ورود الله يحفظهم. أنا من بغداد من شارع حيفا وتحياتي لكم، حياكم الله. رسالة: إن شاء الله انتفاضة عارمة من قضاء الفاو إلى زاخو في نهاية سنة جديدة. نعم، إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.